معاكم فكرة مهمة جدا. احنا لغاية دلوقتي لو افكركم كده تاني سريعا، احنا اتفقنا ان احنا في الشابتر ده شغالين مع حاجة اسمها لابلاس ترانسفورم. عليها عبارة عن أربع حاجات، في منهم ثلاثة عبارة عن ضرب وقسمة، وواحد عملية، في عملية تانية كمان إن شاء الله بس هناخدها في المحاضرة اللي بعد الميد ترم اللي هي عبارة عن التكامل، وفي واحدة زيها التفاضل. يبقى أنا في عندي العمليات اللي هتأثر معايا أو المؤثرات اللي موجودة معايا، في ثلاثة منهم بالضرب والقسمة، فانكشن مضروبة في الإي، فانكشن مضروبة في التي ومضاعفاتها، فانكشن مقسومة على التي. وفي هيبقى في مؤثرين تانيين انا لسه ما اخدتش التاني، ان الفانكشن اللي انت شغال بيها يا اما بتتكامل يا اما بتتفاضل. خلاص؟ وهنركن موضوع التفاضل ده على جنب، هناخده على بعضه حته واحده. يبقى المؤثرات اللي موجوده معايا بتضرب في الاي، فانكشن انت عارفها مضروبه في الاي، مضروبه في التي، مقسومه على تي، او الفانكشن نفسها متكامله. في حاله الضرب في الاي بنسمي النظريه الفيرست شيفت، وقلنا انك انت بتحول الداله بدون المؤثر، وبعدين بتشيل كل اس وتحط مكانها اس ناقص المعامل. في حاله الضرب في تي بتحول الداله برضو من غير التي، وبعدين تبدا تبص على التي. الاس لو فردي بيديني اشاره سالب، لو زوجي بيديني اشاره موجب. اذا كانت الفانكشن اللي معايا تي اس 1 اس 2 اس 3 ايا كان، ده بيديني عدد مرات التفاضل بتاعه الاف اللي انا جبتها من جدول التحويلات. لو الاف بتاعتي مقسومه على التي، بنلغي المؤثر برضو اللي معايا وبحول الاف تبقى اف كابيتال. نتيجه الاسم على تي بيخليني اكامل الفانكشن في الاس دومين، وبعوض مره بما لا نهايه ومره بالاس. المؤثر الرابع والاخير، لو الفانكشن بقى مش مضروب ولا مقسومه في حاجه، لا ده الفانكشن متكامله، بنعمل ايه؟ برضو بنلغي المؤثر اللي شغال معايا المره دي اللي هو التكامل، وبحول اللي جوه ايا كانت طريقته، سواء من الجدول او بالقوانين اللي فاتت. وبعد لما احوله ارجع افتكر ان انا عندي تكامل، فالتكامل بيديني في الناتج ان انا بقسم اللي انا جبته بالخطوه اللي قبلها بقسمه على ايه؟ على اس. وقلت لكم بملاحظه القانون رقم 3 و4 هتلاقوا ان القانونين دول عكس. بنقسم على التي في التايم دومين بيديني تكامل في الاس دومين، بينما الاسم على اس في الاس دومين بيديني تكامل في التايم دومين. الاختلاف الوحيد هي حدود التكامل. في التايم ببدا من اول الزيرو عشان الانيشال، عشان ما حدش ينسى، بس ببدا من عند الزيرو لغايه تايم تي، بينما وانا شغال مع الاس ببدا من فريكوانسي اسم واس لغايه المالا نهايه. ده الاختلاف اللي كان موجود بس في الديواليتي اللي موجوده عندنا في القانونين دول، الازدواج اللي في القانونين دول. ده كده كان نهايه الفكره الاولى اللي احنا ختمناها مع بعض في المحاضره اللي فاتت. النهارده بقى ان شاء الله مع بعض هنبدا نتكلم على الفكره الثانيه اللي هي الانفرس لابلاس ترانسفورم. ازاي نعمل بقى عمليه عكسيه؟ بمعنى ان المره دي هيبقى جيفن المعطيات اللي هتبقى معايا، هدي لك اف اوف اس فانكشن في الكومبلكس فريكوانسي دومين عباره عن اس، والمطلوب من حضرتك في المرحله دي انك انت ترجعها لي مره ثانيه الى التايم دومين. بس بمنتهى البساطه هدي لك الاس، الاس دي بتكون نتيجه شغل معين احنا عملناه قبل كده زي ما هنعرف ان شاء الله في الابلكيشن، وعايز بعد كده ارجعه مره ثانيه الى التايم دومين. ده كل المطلوب. الفكرة بقى اللي احنا عايزينها، الكلام ده هيحصل ازاي؟ ازاي بقى اوصل المرة دي من الاس دومين الى التايم دومين؟
الشغل المرة دي محتاج شوية تفكير وهنتعب فيه حبة، لكن هو كله معتمد على الحاجات اللي أخذناها قبل كده، بس هنعملها بصورة عكسية. إزاي بقى؟ فكرة إنك أنت بتحول من الكومبلكس فريكوانسي دومين اللي هو من الإس للتي هيعتمد على ثلاث أفكار رئيسية. ده على حسب الكورس بتاعنا برضو، علشان برضو ما إيه ما يبقاش ريستريكشن للموضوع، لا حسب الكورس بتاعنا إحنا هنكتفي باستخدام ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إزاي تجيب بيه الانفرس؟ باستخدام الجدول. هستخدم الجدول بتاعي لكن بصورة عكسية، بدل ما باخد الجدول بتاعي من التي للإس هاخد الجدول بتاعي من الإس للتي. الاحتمال الثاني باستخدام البارشل فراكشن، باستخدام الكسور الجزيئية اللي احنا كنا أخدناها قبل كده في إعدادي، ده تقريبا يمكن رابع استخدام هنستخدم فيه موضوع البارشل فراكشن. حضرتك دخلته أخدته قبل كده في الجبر كمسائل بارشل فراكشن عادية، أخدته كطريقة من طرق الحل بتاعتنا لما كنا شغالين مع التكامل، كنت بتشتغل فيه أحيانا في الأناليتيك جيومتري، وهنا نفس الكلام احنا هنتكلم فيه لكن المرة دي وأنا شغال مع الانفرس لابلاس ترانسفورم. وآخر حاجة وأهم حاجة بالنسبة لنا استخدام القوانين الأربعة اللي كنا اشتغلنا عليهم قبل كده لكن بشكل عكسي. ترتيب التفكير هو ده، بحيث ان حضرتك لو ما قدرتش تميز اول ما بصيت على المسألة انهي طريقة ملائمة بالنسبة لي، جدول ولا بارشل فراكشن ولا قوانين، يبقى سعادتك هتضطر تمشي بنفس التكنيك بتاع التكامل، بنفس التكنيك بتاع طرق حل المعادلات الغضروية، انك انت بتمشي من الاسهل الى الاصعب لغاية لما اوصل الى مرحلة الحل النهائي بتاع المسألة. طبعا انا ما بحبش فكرة التجربة دي، مش محبذة، كل ما هحل كل ما هقدر اتعود واقدر اطلع الطريقة المناسبة بشكل مباشر. في كل واحدة من دول مطلوب من حضرتك كالمعتاد زي ما بنيجي نقسم على مجموعة طرق للحل، مطلوب مننا حاجتين اتنين، امتى وازاي، زي ما كنا شغالين في شابتر 1، امتى هقول ان الجدول بتاعي هو المناسب للحل عشان اجيب الانفرس، امتى اقول ان البارشل فراكشن هو المناسب، امتى اقول ان القوانين بالنسبة لنا هي المناسبة. تعالوا بقى نبدأ مع بعض في فكرة من دول ونشوف هنتعامل معاها ازاي. اولا باستخدام جدول التحويلات. دي اول فكرة موجودة معايا، ازاي حضرتك تقدر تميز بعينيك ان الفانكشن اللي موجودة معاك دي تقدر تجيبها باستخدام الجدول في حالة توفر شرطين اتنين. الشرط الاول ان f of s الفانكشن اللي حضرتك عايز تعمل لها انفرس وترجعها من الكومبلكس فريكوانسي دومين الى التايم دومين عباره عن داله كسريه. لازم تكون في الاول عباره عن داله كسريه، الداله الكسريه بسط ومقام، يعني مثلا ما تكونش ال f اللي موجوده معاك دي عباره عن ln s زائد الواحد، ما تكونش عبارة عن 10 ماينس 1 اس، كل دول دول لا تسمى دول كسرية، لكن تكون معايا على الأقل بسط وإيه؟ ومقام. دي نمرة واحد، لازم تكون الـ f of s دالة كسرية، بمعنى أول ما حضرتك تضرب بعينك في المسألة أو الفانكشن اللي أنت هتشتغل عليها أيا كانت تمثل بالنسبة لنا إيه، ولقيت إنها مش دالة كسرية يبقى بالتأكيد الجدول ما ينفعش. ليه؟ بصوا كده على التيبل اللي إحنا حافظينه، هتلاقي التيبل كله في خانة الـ f capital of s عبارة عن بسط ومقام، بسط ومقام كلها عبارة عن دوال كسرية، وبتتراوح الدوال الكسرية بتاعتنا ما بين يا إما المقام يكون اس لوحده سواء اس أو ليها اس مختلف بس من غير زائد حاجة أو ناقص حاجة، يا إما اس زائد ثابت، يا إما مجموع مربعين، يا إما فرق مربعين. في حاجة تانية غير كده؟ لا. وبالتالي هو ده يمثل بالنسبة لنا الشرط التاني، إن الشرط الثاني يكون المقام بتاع الفانكشن اللي انت عايز تشتغل عنها ما يخرجش عن اس مرفوع الاس سواء اس اس واحد او اس اس اتنين او اس اس تلاتة على اتنين او اس زائد او ناقص ثابت او اس تربيع زائد او ناقص ثابت تاني اللي هو مجموع مربعين او فرق مربعين بس بخلاف كده. يبقى اقول تاني، علشان تقدر تقول ان الفانكشن اللي موجوده معاك دي تنفع من الجدول لازم تكون الاف اللي معاك في الاساس داله كسريه، ومش اي داله كسريه كمان، لازم يكون المقام بتاعك ما يخرجش عن الثلاث احتمالات دول، يا اما اس لوحدها
وشايل اي اس واحد او اتنين او تلاتة او حتى كسر، يا اما اس وثابت يا اما اس تربيع مع ثابت بالموجب او بالسالب. طب نفترض ان لقيت الشرط الاولاني معايا دالة كسرية، لكن لقيت المقام اس تربيع واس وثابت، ينفع بالجدول؟ لا، يبقى هضطر اشوف طريقة تانية. طب لقيت المقام اللي معايا اس تكعيب وثابت، تنفع بالجدول؟ برضو لا، يبقى لازم المقام اللي معايا يبقى حاجة من دول، وده مش بمزاجي، لان التيبل اللي معايا اللي انا حافظه ما بيخرجش المقام بتاعه عن الاربعة دول، ادي اس واس اس رقم اللي هي الحالة بتاعت الثابت واتهاد، اس وثابت مع الاي، اس ناقص يبقى الاي بالموجب، اس زائد يبقى الاي بالسالب، يا اما مجموع مربعين الساين والكوزين، يا اما فرق مربعين يبقى انا شغال مع الساين والكوزين. يبقى انا مش بمزاجي علشان اعتمد على الجدول لابد ان المقام ما يخرجش عنده. تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض هنتعامل معاه ازاي. كل اللي عليا هبدا اقارن الاف اللي معايا شبه بقى مين في الجدول، شبه التي ولا شبه الاي ولا شبه الساين ولا الكوزين، وبطلع الناتج بشكل عكسي. تعالوا نشوف كده، بقول انا عايز اجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم للفانكشن دي، اف اوف اس بتساوي 2 اس زائد 3 على اس تربيع زائد 9. اول حاجه انت بتبص عليها ابدا زي ما قلنا من البدايه، هي الفانكشن دي تنفع في الجدول، او بمعنى اخر هل بينطبق عليها شروط استخدام الجدول؟ تعالوا نشوف. هلاقي الفانكشن اللي معايا عباره عن داله كسريه فعلا، بولينوميال على بولينوميال، جميل. الفانكشن اللي موجوده معايا المقام بتاعها عباره عن مجموع مربعين، او حتى مش لازم يكون التسعة دي مربع، ممكن حتى لو 8 ممكن تكون 11، اهم حاجه ان انا معايا اس تربيع وثابت بس. يبقى الشكل اللي موجود معايا ده فعلا من ضمن المقامات اللي انا مرتبط بيها علشان اشتغل مع الجدول. افهم من كده قبل ما اكمل حل المساله، بما ان المقام اللي معايا عباره عن اس تربيع وثابت، يبقى الجدول بتاعي بيقول لي ان المفروض الانفرس يطلع ايه، يا اما ساين، او طالما مجموع مربعين يبقى يا اما ساين يا اما كوزين، وده بيتوقف على شكل البسط بتاعي. لو البسط بتاعي ثابت يبقى المفروض الانفرس بتاعي، بينما لو البسط بتاعي اس يبقى الانفرس بتاعي. تمام كده؟ طب تعالوا نضرب بعينينا بقى على البسط. انا كده اطمنت على المقام، يبقى انا متاكد اللي قدامي يا ساين يا اما، جميل. طب تعالوا نبص على البسط، البسط بقى ثابت ولا اس؟ الاثنين. طب هل في تعديل اقدر اتعامل معاه؟ بسيطه، اقدر اوزع البسط بتاعي، يعني نقدر نقول ان الفانكشن دي ما هي الا 2 اس على المقام نفسه زائد 3 على اس تربيع زائد 9. دلوقتي قدرت احول الفانكشن بتاعتي الى مجموع كسرين، الكسرين دول كل واحد فيهم له نظير في الجدول بتاعنا، وبالتالي باستخدام الجدول اقدر اقول ان الاف اوف تي بتساوي، بالنسبه لدي اصبح البسط بتاعي بيظهر فيه الاس، يبقى ده معناه ان الانفرس بتاعه الكوزاين، يبقى ماليش دعوه بالاثنين، واس على اس تربيع زائد 9 يبقى عباره عن كوزاين، وعلى حسب الجدول كوزاين اي تي. خد بالك الاي دي ايه علاقتها بالثابت اللي في المقام؟ جذره. يبقى لو انا معايا 9 يبقى دي اسمها كوزاين كام؟ 3 تي. خلصنا الاولانيه، ادخل على الثانيه، 3 على اس تربيع زائد 9. بما ان البسط بتاعي ثابت يبقى المفروض الفانكشن اللي قدامي دي اصلها كان ايه؟ وهنا بقى نقف وقف، هل اي ثابت يبقى موجود في البسط يدي لك الساين؟ صح كده. ارجع كده للتيبل بتاعك هتلاقي ان الثابت اللي فوق مش اي حاجه، ده الثابت اللي فوق هو نفسه معامل الزاويه، هو جذر الثابت اللي، والله لو انا لقيت الثابت هو جذر جذر اللي موجود في المقام خير وبركه، جبت الانفرس على طول. طب نفترض ان الثلاثه دي كانت 2، اعمل ايه؟ لا ازود، لا اضرب في 3 واقسم على 3. يبقى دي لو كانت 2 او ما نضرب من عندي في الجذر بتاع الثابت ده واقسم عليه، لكن بالجمع والطرح يبقى انت ترجع توزع ثاني البسط والمقام، هتظهر لك نفس المشكله. الحمد لله الثلاثه دي هي جذر التسعة، يبقى الموضوع بالنسبة لي تمام، يبقى دي عبارة عن ساين كام في الآخر؟ 3 تي. تمام؟ خلاص؟
يبقى إذن مسألة بسيطة جدا، كل اللي أنا عملته بس إن أنا استخدمت الجدول بس بعد تعديل صغير إن أنا بدأت أوزع البسط على المقام وأقدر أتعامل مع المسألة. اس تربيع زائد 2 اس على اس اس 4، يلا بسرعه في دماغك، هل الشرطين بتوع استخدام الجدول موجودين؟ اي نعم، هي مش الجدول بالظبط، يعني دي مش في التيبل بتاعنا خالص، لكن هل بينطبق عليها الشرطين؟ اه، اللي قدامي فعلا داله كسريه، المقام اللي موجود معايا فعلا عباره عن اس اس رقم، مفيش ولا زائد حاجه ولا ناقص حاجه، يبقى ده معناه انها تنفع انها تشتغل على الجدول، بس هل بشكل مباشر؟ لا، برضو بنفس فكره المساله اللي فاتت انا اقدر اوزع اس تربيع على المقام، يبقى معايا واحد على اس تربيع، اتنين اس على اس اس اربعه، يبقى اتنين على اس تكيف. كده دلوقتي كل واحده منهم تمثل بالنسبه لي شكل من الاشكال اللي موجوده معايا في الجدول، بوجود المقام عباره عن اس فقط بدون زائد حاجه ولا ناقص حاجه، يبقى المفروض الكاتيجوريز اللي انا شغال عليها هي مين؟ يا اما الثابت يا اما دول بتاعه التي، وخد بالك ان الثابت ده اصلا هو كانه ثابت في تي الصفر، يعني بتنتمي لفئه البولينوميالز يعني. خلاص، كل اللي عليا بقى دلوقتي بالمقارنه اطلع كل واحده من دول. بالنسبه لواحد على اس تربيع الانفرس بتاعها هيجي ازاي؟ سهل قوي، هنعمل التيبل بتاعنا بشكل عكسي. مش انت لما كان بيبقى عندك التي كنت انت بتخلي الاس اللي في المقام ازيد من الاس اللي هناك بواحد؟ هنا نعمل العكس، يبقى انا دلوقتي لما احب اجيب واحد على اس تربيع الانفرس بكام؟ يبقى عباره عن تي ونقص من اس الاس واحد، يبقى وانت جاي من التايم بتزود وانت راجع بتنقص، انا معايا اس تربيع يبقى المفروض الجديد تي اس كام؟ وهقسم مضروب الاس الجديد بتاعي بتاع التي. خد بالك هنا كان المضروب فين؟ انا هنا اعتبرت دي كانها واحد، فالمضروب ده يعني انا لو خليت دي بواحد يبقى المضروب ده مكانه فين؟ اهو. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي لما احب اجيب الانفرس بتاع اس اس رقم يبقى عباره عن تي ونقص من الاس واحد على المضروب بتاع الاس بتاعي، طبعا مضروب التي المضروب واحد بكام؟ يبقى النتيجه بتاعتي هي تي بس. طب ركز في اللي بعدها كده، 2 على اس تكعيب. يبقى هقول زائد الثابت اللي معايا ماليش دعوه بيه، الاس تكعيب يبقى الانفرس بتاعه تي ونقص واحد يبقى تي ايه؟ تربيع على المضروب بتاع الاس الجديد يبقى مضروب ايه؟ مضروب 2. يبقى وانت بتعمل لابلاس وانت رايح للاس المضروب مكانه في البسط، لكن لو انت بتعمل الانفرس المضروب مكانه فين؟ هو مجرد ثابت بضرب فيه او بقسم عليه حسب الاتجاه اللي انا شغال بيه. طبعا مع ملاحظة ان الاس بتاعك لو كان كده بنفس الفكرة ماليش دعوة بالاتنين، اس اس 3 على 2 هيديني تي، بس اس كام؟ صح، هنقص واحد يعني اس نص على برضو على هنا، بس هل اقول المرة دي على مضروب؟ لا، على ايه؟ على الجاما فانكشن، يبقى هقسم على الجاما. وقلت لكم المرة اللي فاتت في فرق ما بين الجاما والمضروب، المضروب دايما وابدا المعامل اللي جواه مرتبط باس مين؟ التي، لكن اللي جوه الجاما مرتبط باس، يبقى انا هنا لما هاجي هقسم بدل ما هقسم على مضروب زي المسألة دي انا هقسم على جاما فانكشن، طب معامل الجاما فانكشن المرة دي بقى بكام؟ صح كده، 3 على 2 اللي هو اس مين؟ الاس. يبقى دايما وابدا عايز الجاما احط جواها الاس بتاع الاس، عايز المضروب احط جواها الاس بتاع مين؟ التي. وخلي بقى المضروب معاك فين؟ في المقام لو انت بتعمل انفرس، في البسط لو انت بتعمل ايه؟ لابلاس ترانسفورم. ماشي؟ دي كده تشتغل معاك ليه باستخدام التيبل. طبعا عشان نبقى متفقين مع بعض، اكيد صعب قوي ان انا اجيب لك حاجه زي دي مساله مباشره في الامتحان،
ليه؟ لان بقى معتمد على التيبل. هي الفكره انا ليه بس بقولها؟ لان اللي جايين اللي هي باستخدام البارشال فراكشن وباستخدام القوانين، انت لما هتعمل الخطوات هتقول في الاخر الى صوره يعني كده كده هوصل لها، لكن هي كمساله في حد ذاتها مش هينفع ان انا اتعامل معاك. زي بالظبط كده، هل ينفع ان انا اختبرك في الامتحان بتاع التكامل في المسائل او الدوال اللي موجوده في الجدول؟ لا، انت لما بتيجي تشتغل ولما بتعمل بارشال فراكشن، لما بتعمل تعويضات، لما بتعمل هي في الاخر بتوصل الى ايه؟ الى صوره الجدول، وبعد كده بتبدا تجيب التكامل بتاعها. نفس الكلام بالنسبه لنا هنا. طب تعالوا نشوف، نبدا بقى بدايه الاجزاء المهمه، ازاي نقدر نجيب الانفرس باستخدام البارشال فراكشن او الكسور الجزئيه. برضو امتى؟ ازاي نبدا بامتى؟ زي المساله اللي فاتت، امتى او الطريقه اللي فاتت، امتى اقول ان الاف بتاعتي دي اقدر اجيبها باستخدام البارشال فراكشن؟ بوجود شرطين برضو. الشرط الاولاني، وهي بالمناسبه يعني هي نفس شروط البارشال فراكشن، انت البارشال فراكشن عشان تقدر تعمله نمره واحد، ان لازم تكون الاف اللي عايز تعملها في الاساس داله ايه؟ كسريه. ما هو انا ما ينفعش يبقى انا معايا فانكشن اسمها مثلا اكس تربيع زائد 4 زائد 1 وتقول لي اعملها لي بارشال فراكشن كده، مش كده؟ لازم يكون في الاساس الفانكشن اللي انت عايز تعمل لها بارشال فراكشن داله ايه؟ وبالتالي دي بقت زي دي بالظبط. طب الاحتمال الثاني او الشرط الثاني بقى اللي معايا، يكون المقام بتاع الفانكشن بتاعك بخلاف الجدول، يعني حاجه غير دول وزود عليهم ويمكن تحليله، وحط خطين ثلاثة تحت الكلمة دي. بمعنى أولا المقام بخلاف الجدول، ليه؟ أصل هو لو كان زي الجدول، طب ما أنا كنت أشتغل بالطريقة اللي فاتت أوزع البسط على المقام وأقدر أجيبه من إنفرس من الجدول على طول. طب ليه بقى يمكن تحليله؟ ما هو لو المقام ما بيتحللش يبقى أنا مش هقدر أعمله في الأساس بارشال فراكشن، وبالتالي لو ما عرفتش اعمل بارشال فراكشن يبقى ما فيش معنى ابدا لاستخدام البارشال فراكشن في الحل. خلاص كده؟ يبقى احنا متفقين لازم تكون في الاساس الاف بتاعتك عباره عن داله كسريه، بسط ومقام، بولينوميال على بولينوميال. في نفس الوقت لازم يكون المقام بتاعك بخلاف الجدول عشان اتفادى الاحتمال الاول، والمقام بتاعك ينفع انك انت تحلله. تحلله بقى فرق مربعين، تحلله بقى باستخدام فرق مكعبين، اي تحليل من اللي احنا كنا اخدناه قبل كده باستخدام البارشال فراكشن. طب بالعقل كده، بما اني عرفت الكلام ده، امتى هيبقى بارشال فراكشن؟ يبقى الموضوع هيبقى ازاي بقى؟ احل ازاي عشان اجيب الانفرس؟ بس كده، اعتبر كان المساله دي مساله بارشال فراكشن من بتاعه الجبر، او مساله بارشال فراكشن من اللي كانت في التكامل، امسك الاف وانسى ان انا شغال في شابتر لابلاس ترانسفورم، واعمل ايه؟ هنعمل بارشال فراكشن يطلع لي كسرين ثلاثة أربعة زي ما يطلعوا، وكل واحد من دول أكيد هلاقي له نظير في الجدول بتاعي وطلع الانفرس بتاعه. خلاص؟ يبقى كل المطلوب بقى مني ساعتها انسى تماما انك انت شغال مع الاس دومين، واعتبر كأنك بتشتغل مع الاكس. اشتغل بارشال فراكشن يطلع لك كسرين ثلاثة أربعة زي ما يطلعوا، وفي الآخر أجيب الانفرس بتاع كل واحدة منهم. ماشي؟ تعالوا نشوف كده. المره دي انفرس لفانكشن اسمها اس زائد 1 على اس تكعيب ناقص 4 اس، دي اللي عايز اشتغل عليه. يبدا بقى من هنا الشغل الجديد بقى بتاعنا. نمره 1، الفانكشن اللي قدامي داله كسريه، وطالما داله كسريه تنفع هنا وتنفع هنا. طيب اضرب بعينك في المقام، هو المقام ده احد الاشكال اللي موجوده معايا في التيبل؟ اكيد لا. يبقى معنى كده استحاله الجدول يمشي معايا حتى لو انا عملت توزيع للبسط على المقام. ما هو كده كده المقام بيفضل معايا مش هيتغير، وبالتالي انا مش هستفيد حاجه من عمليه توزيع ومش هوصل برضو للجدول. يبقى البديل المرحله اللي وراها بقى، هل اللي قدامي ده ينفع احله باستخدام البارشال فراكشن ولا لا؟ يبقى انت بتدور على الشرط الثاني بتاع استخدام البارشال فراكشن، هل المقام اللي موجود معاك ينفع انك انت تحلله؟ تعرف تحلل المقام؟ لو اخدت الاس مشترك هيتبقى لي اس تربيع ناقص 4، وده يعتبر كمان فرق مربعين، وفرق مربعين ممكن احلله. صح كده. يبقى نقدر نقول دلوقتي ان باستخدام البارشال فراكشن هيبقى اف اوف اس بتاعتي بتساوي اس زائد 1
اول خطوه انك انت بتحلل المقام. لو حللته هتلاقي اس في اس زائد 2 في اس ناقص 2. دي ابسط صوره من عمليات التحليل بتاعتي. طيب دلوقتي اصبح المقام بتاعي عباره عن كم قوس معايا؟ 3. اذا اقدر اوزع الشكل اللي معايا ده الى كم كسر؟ يبقى اذا ده عباره عن كسر زائد الثاني زائد الثالث. واحد منهم هيشيل الاس، واحد منهم هيشيل اس زائد 2، واحد منهم هيشيل مين؟ اس ناقص 2. ارجع افتكر معايا تاني من ايام ما كنا في اعدادي، هنبدا نفرض البسط بتاعنا على حسب الصوره بتاعه المقام، وعلشان يبقى الكسر بتاعنا بروبر لازم يكون البسط درجته اقل من درجه المقام. بالنسبه لده درجه المقام من الدرجه الاولى يبقى البسط ثابت، يبقى هنفترض ان اسمه A. ده درجه اولى يبقى البسط، طب وده C. كمل بقى كانك انت مساله بارشال فراكشن وكمل الحل بتاعك. انا لو هكمل المساله دي هعمل ايه عشان اعرف الثوابت؟ فاكرين بضرب، اعتبر دي بقى دي مش موجوده، بضرب الطرفين في اس، اس زائد 2 اس ناقص 2. اذا يتبقى معايا مين من الشمال؟ اس زائد 1 يساوي، لما اضرب دي في الثلاث اقواس هيتبقى لي ايه في الباقي؟ اس زائد 2 اس ناقص 2 زائد البي، لما اضرب في الثلاث اقواس يتبقى لي الباقي اللي هو اس اس ناقص 2، وهكذا بالنسبه للسي. يبقى سي في اس في اس زائد 2. دي المعادله الناتجه من التخلص من المقامات اللي موجوده معايا عشان اخلي المعادله بتاعتي معادله بولينوميال في الاخر. فاكرين التعامل مع دي كنت من خلالها بجيب ازاي الثوابت؟ لا، من غير قبل الفك. في عندنا طريقتين اتنين صح، يا اما بنعوض باصفار او بجذور المقام بتاعتي، يا اما بتساوي المعاملات، معامل التربيع مع التربيع، التكعيب مع التكعيب، الاس مع الاس، الثابت مع الثابت، لغايه لما اطلع قيم الثوابت اللي عندنا. وكان ترتيب التفكير المنطقي، انا براجع معاك اهو تاني، انك انت الاول بتدور انت معاك جذور ولا لا. لو معاك جذور اشتغل تعويض بيها، لان كل جذر انت بتعوض بيه بتجيب قصاده ثابت، لغايه لما الجذور اللي معاك تخلص. والله الجذور خلصت وانا لسه معايا مجاهيل، بكمل بعد كده باستخدام مساواه المعاملات لو انا عايز. انا الجذور اللي موجوده معايا في المقام ايه؟ صفر سالب 2 و2، ودول كام جذر؟ 3. وانا عندي كام مجهول؟ 3. يبقى كفايه جدا ان انا اشتغل باستخدام تعويض الجذور بتاعتي، وبناء عليها يبقى مره هقول ات اس بيساوي صفر، مره ثانيه ات اس بيساوي 2، ومره ثالثه واخيره ات اس بيساوي سالب 2. عند اس بصفر بالتعويض في الطرفين بتاعت المعادله دي المتبروزه دي، حط هنا الاس بصفر يبقى 1 يساوي، حط الاس بصفر يبقى 2 في سالب 2 يبقى ناقص 4 اي، احط الاس بصفر دي تروح ودي تروح يبقى سالب 4 اي بواحد، يبقى ده معناها ان الايه بسالب ربع. ادي اول ثابت معايا. اللي بعد عند الاس بيساوي 2 بالتعويض في الشمال يبقى 3 بيساوي، اعوض هنا عند الاس ب 2 يبقى دي بصفر، اعوض عند الاس ب 2 دي بصفر، اعوض هنا يبقى 4 في 2 ب 8 يبقى 8 سي، وبالتالي يبقى السي بكام؟ ب 3 على 8. عند الاس بسالب 2 بنفس الطريقه هعوض هنا، يبقى الليفت هاند سايد معايا بسالب 1، اعوض هنا يبقى بصفر، اعوض هنا يبقى بصفر، لكن لما اعوض هنا يبقى دي سالب 4 في سالب 2 يبقى 8 بي، وبالتالي يبقى البي بتاعتي بكام؟ بناقص طول. خلاص كده عرفت الثلاث ثوابت الاي والبي والسي، وبناء عليها نرجع لاصل المساله. يبقى اف اوف اس بتساوي الاولاني اي بناقص ربع على اس، اللي بعده بي اللي هو ناقص ثمن على اس زائد 2، الثالث سي اللي هو 3 على 8 على اس ناقص كام؟ ناقص 2. اظن الموضوع بقى في الاخر بسيط. هتلاحظوا دلوقتي ان الكسور الجديده اللي معايا مقاماتها فعلا رجعت الى صوره الجدول، ده عباره عن اس بس يعني زي اول خانه عندي، اس زائد ثابت يعني زي الاي بس بالسالب، اس ناقص ثابت ناقص ثابت يبقى عباره عن الاس الاي بس بايه؟ بالموجب، وبالتالي يبقى اف اوف تي بتاعتي بتساوي دي لما ترجع تبقى سالب ربع، دي لما ترجع
يبقى ناقص تمن الثابت ماليش دعوه بيه. اي اس كام؟ صح كده، اي اس ناقص 2 تي. والاخيره 3 على 8 اي بس. ادي كده شكل الانفرس اللي موجود معايا. طبعا انت البارشال فراكشن ده حضرتك كنت بتعمله زمان، يا اما في حد ذاته انا عايز البارشال فراكشن بس، يا اما الفانكشن دي كنت انت بتكملها فانت بتعمل البارشال فراكشن وبتكمل خطوه التكامل، يا اما دلوقتي واحنا شغالين مع لابلاس ترانسفورم بعد ما بتجيب البارشال فراكشن بتجيب بعد كده خطوه زياده اللي هي ايه؟ الانفرس باستخدام جدول التحويلات. عرفت ليه بقى انا بقول لك مش هجيب لك مساله مباشره على الجدول؟ لان بعد لما بقسم ما يطلع لي كسرين او ثلاثه او اكتر هيرجعوا فعلا في الاخر الى صوره ايه؟ جدول التحويلات. مفهومه؟ موجوده معايا تذكره تاني سريعا كده، هل اللي قدامك دي بينطبق عليها الشرطين بتوع البارشا فراكشن؟ اه، اللي قدامي داله كسريه، البسط من الدرجه الثالثه والمقام من الدرجه الرابعه، يعني الكسر بتاعي بروبر، يعني هقدر اتعامل معاه بارشا فراكشن. مش بس كده، ده انا شايف المقام بعيد كل البعد عن القيم اللي في الجدول، انا اللي في الجدول يا اما القيس تربيع لوحدها يا اما مجموع المربعين، لكن مضروبين في بعض لا، وكده المقام يعتبر من الدرجه الرابعه وده اوت اوف تيبل، خارج التيبل بتاعنا. هل تقدر تحلل المقام بتاعك ده الى ابسط صوره ممكنه بالبارشال فراكشن؟ ايوه اقدر احلله، بس الفرق ان ده دلوقتي مجموع مربعين مالوش تحليل. طب والقيس تربيع؟ القيس تربيع بالذات بقى ممكن تتعامل معاه بطريقتين، يا اما تتعامل معاه باعتبار ان هو مقام من الدرجه الثانيه لوحده، يا اما وده الافضل بالنسبه لي تتعامل معاه كانه ريبيتد، قوس ريبيتد، يعني ده كانه كده اس الكل تربيع. وزي ما كنا واخدين في اعدادي لما باجي اقسمها انا ممكن اعملها كده مره اس ومره ثانيه اس تربيع، بينما الاخيره دي عباره عن اس تربيع زائد واحد مجموع مربعين ملهاش تحليل. لو حضرتك اعتبرت ان الاثنين دول التوزيعه بتاعه القوس الريبيتد اللي هي الجذور بتاعته مكرره اللي هو صفر وصفر، يعني يبقى لما تيجي تفرض البسط افرض البسط بناء على اصغر اس. الاس اللي موجود معايا هنا كان من الدرجه الاولى مش كده؟ يبقى انا هيبقى معايا هنا A وB. القوس اللي معاك ده درجه ثانيه عادي فيبقى معانا سي اس زائد. ملحوظه ثانيه، لو حضرتك اعتبرت ان الاس تربيع بتاعتك كتله واحده اعتبرته من الدرجه الثانيه زي ده، فكنت حضرتك هتيجي تقول ان هو اي اس زائد بي، وهرجع تاني اوزع البسط على المقام، اي اس على اس تربيع يديني اي على اس زائد بي على اس تربيع اللي هو الثاني. يبقى سواء عملتها بالطريقه دي من البدايه باعتبار ان هو قوس ريبيتد، قوس مرفوع لاس ماشي، اعتبرت ان هو كده من الدرجه الثانيه وحطيته درجه اولى فوق، التوزيعه بتاعته في الاخر هتديني نفس النتيجه. خلاص؟ طبعا بنفس فكره المره اللي فاتت بضرب الطرفين في اس تربيع، اس تربيع زائد الواحد، فالمفروض المعادله اللي هنشتغل عليها كده هيتبقى من اللي فوق البسط اس تكعيب زائد اس ناقص واحد. من الطرف الثاني هو المفروض دي دلوقتي كده اس تكعيب زائد اس ناقص واحد على اس تربيع، اس تربيع زائد الواحد، دي بتساوي دي. بضرب الطرفين في اس تربيع في القوس ده يتبقى لي هنا من دي ايه؟ ها؟ في مين؟ اس واحده اس تربيع زائد الواحد. بعد كده البي يتبقى لها اس تربيع زائد الواحد. بعد كده سي اس زائد دي يتبقى لها مين؟ اس تربيع. المره دي بقى افتكر معايا بقى، هل المره دي التعويض باستخدام اصفار او جذور المقام هتبقى كافيه انك تجيب الثلاث ثوابت؟ الجذور بتاعه المقام اللي معايا كجذور حقيقيه ما هي الا رقم واحد بس اللي هو ايه؟ الصفر. بينما انا متاح بالنسبه لي ثلاث مجاهيل ايه؟ اربعه حتى، ايه وبي وسي ودي. يبقى انا ساعتها مضطر اجيب ثابت من المجاهيل اللي معايا دي باستخدام التعويض والباقيين اجيبهم باستخدام مساواه المعاملات. خلاص؟ لما هنيجي نعوض بالصفر مثلا في الطرفين وانت تكمل الباقي بقى، يبقى سالب واحد بيساوي، عوض بصفر يبقى دي راحت، اعوض بصفر يبقى دي راحت، اعوض هنا يبقى بيساوي. الكلام ده ات
اس بيساوي صفر. كده جبنا البي بس بسالب واحد، لكن لسه باقي A, C, D، وأنا ما معيش جذور حالياً تاني للمقام. يبقى الحل هتروح حضرتك تجيب المعامل بتاع الاس تكعيب مرة، المعامل بتاع الاس تربيع مرة، ومعامل الاس مرة، أو الثابت زي ما أنت عايز. اختار لك أي ثلاث معاملات تشتغل بيه. معامل الاس تكعيب في الشمال بواحد، هنا مفيش، هنا مفيش، يساوي معامل التكعيب هنا ايه؟ معامل التكعيب هنا مفيش، معامل التكعيب هنا سي. يبقى ايه زائد سي بواحد، وانا مش عارف الايه ولا عارف السي. اللي بعده معامل الاس تربيع في الطرفين، هنا مفيش، زيرو بيساوي. معامل التربيع هنا مفيش، معامل التربيع هنا بي، معامل التربيع هنا دي. يبقى بي زائد البي أو بي زائد دي بيساوي صفر، وأنا كنت عارف من البداية إن البي، وبالتالي بالتعويض هنا أقدر أعرف إن الدي بتساوي كام؟ واحد. ولسه ما زال معايا الإيه والسي مجاهيل. اللي بعد أجيب معامل الإس في الطرفين، معامل الإس هنا في الشمال بواحد، معامل الإس هنا إيه؟ لو مش عارف تجيبها بعينك فك الأقواس. ايه في اس في واحد يبقى المعامل بايه؟ طب معامل الاس هنا مفيش، طب معامل الاس هنا مفيش، مش موجود، وبالتالي يطلع معايا ان الايه بكام؟ بواحد. بما ان دلوقتي عرفت ان الايه بواحد، وانا عارف ان الايه زائد السي بواحد، يبقى ده معناها ان السي بتساوي بس كده. يبقى من دي هقوم طالع معوض فوق، فيطلع لي ان السي بتساوي ايه؟ بس. بعد ما حضرتك كده عرفت جميع الثوابت اللي كانت موجوده بمنتهى البساطه، ارجع بقى عوض عنه، هتلاقي الاي كانت بواحد اهي، يبقى دي اسمها واحد على اس. بسرعه من التيبل تديني كام؟ واحد. البي اللي موجوده معايا بتساوي سالب واحد، سالب واحد على اس تربيع من الجدول بسرعه تديني سالب دي عشان السالب الزياده. طيب السي اللي معايا بصفر، يبقى دي مش موجوده، والدي طلعت معايا بكام؟ بواحد. يبقى واحد على اس تربيع زائد الواحد، يبقى الانفرس بتاع دي على طول بكام؟ بس. طب نفترض ان السي كانت طلعت بواحد مش بصفر، فهنا طلع الناتج معايا اس زائد واحد على اس تربيع زائد الواحد. يبقى هقوم راجع زي المساله دي كده، موزع تاني البسط على المقام، يبقى اللي فيه الاس يديني كوزاين، واللي من غير الاس يديني ايه؟ يديني ساين. فهمنا الفكره؟ خلاص. يبقى الموضوع بس هو في الاول معتمد على الحاجات القديمه اللي احنا اخذناها، مساله بارشال فراكشن، سواء بقى كانت صريحه الجذور اللي موجوده معاك في المقام بتجيب لك كل الثوابت، سواء باستخدام التعويض بالجذور ثم مساواه المعاملات، او حتى بتشتغل كلها بتساوي معاملات في الطرفين. المهم انك انت تجيب الثوابت ومنها تقدر تجيب الانفرس بتاعها، مع ملاحظه ان دايما وابدا، دايما وابدا وبكرر، الفراكشنز اللي هتطلع معاك كل واحد منهم بالتاكيد لازم هيكون له نظير في الجدول. تفتكر ممكن يحصل معايا في مره ان انا لما اعمل البارشال فراكشن يظهر لي حاجه مش موجوده في الجدول؟ هو ممكن، بس ساعتها يبقى البارشال فراكشن لوحده مش كفايه، ومضطر بعد كده ادخل في حاجه ادفانسد شويه، بس لما نبقى نوصل لها. خلاص؟ احنا حتى الان بنتكلم على ان كل حاجه بنتكلم عليها مستقله بذاتها، الجدول بيحلها لوحده، البارشال فراكشن بيحلها لوحده. ادي لك مثال صغير، افترض معايا ان دي مثلا، مثلا كانت كده. انا هوزعها برضو، بس لما هاجي اكتبها هتتكتب اس تربيع زائد الواحد مره، والمره اللي وراها اس تربيع زائد الواحد تربيع. تفتكروا المقام الجديد موجود في الجدول؟ لا، رغم ان انا بدات بارشال فراكشن، لكن المساله مش هتقف على كده، هتحتاج بعد كده حاجه ثانيه، بس لكن باستخدام القوانين، ودي لسه مش شغلتنا دلوقتي. خلاص. يبقى احنا حتى الان احنا مرتبطين ان البارشال فراكشن يكمل لي المساله لوحده، ان الجدول بتاعنا يكمل لي المساله لوحده. خلاص. تعالوا بقى كده ايه، ندخل على الزغلول الكبير
عشان ده اللي يهمنا قوي قوي قوي. عشان دول ايه بقى خلاصة الليلة اللي احنا نتكلم فيها دي، وده اهم واحد فيهم، ويكاد يكاد مفيش امتحان هنعمله من غير ما ندخل في سكة ايجاد الانفرس باستخدام القوانين، بل بالعكس كمان ممكن في الفكرة الثالثة ان شاء الله بتاعت الابليكيشن يظهر معايا بعد لما اجي اشتغل عليها وانا بجيب الانفرس يبقى جزء منها اعمله باستخدام الجدول وجزء مضطرش اعمله باستخدام القوانين. ببساطة علشان بس ما تهوش، هي الفكرة كلها في فكرة استخدام القوانين ان سعادتك هتستخدم القوانين اللي موجودة معاك بس بشكل عكسي. القوانين اللي موجودة معايا هستخدمها بايه؟ بشكل عكسي. بمعنى زي ما حضرتك كنت وانت شغال مع التايم دومين كنت بتدور على العلامات المميزة اللي بتقدر من خلالها تحدد القانون، بمعنى لما كنت بتلاقي حاجة معروفة مضروبة في الإي فكنت بتعرف أوتوماتيك إنك أنت شغال مع الفيرست شيفت، حاجة مضروبة في التي فبتعرف أوتوماتيك إنك أنت بتفاضل، مقسومة فأنت بتعرف إنك أنت بتكامل، أو هي نفسها متكاملة فبتعرف إنك أنت بتقسم على إس. بالعكس بقى لما تيجي حضرتك هتجيب الإنفرس باستخدام القوانين، طبعا بالتأكيد أنا مش هدخل في السكة دي إلا لما الجدول يفشل والبارشال فراكشن، لان مفيش معنى ابدا ادخل واوحي لنفسي بالقوانين ودول كانوا قدامي خلاص. لكن ده ما يمنعش انها ممكن تكون طريقه بديله لو انت عايز تشتغل بيها، لكن ما تقدرش تحل كل المسائل بيها. طيب ايه بقى العلامات المميزه اللي موجوده معايا؟ بصوا كده على القوانين وحاولوا بنفسكم تقولوا لي ايه العلامه المميزه. بصوا من الناحيه دي تقدر تطلع ايه ممكن علامه مميزه اشوفها تقول لي ان ده يديني القانون اسمه كذا. السالب يعني انت دول كلهم ما شفتش الا السالب. اس ايه تمام ماشي ممكن ها فيها شيفت هو نفس المعنى. طيب اقول لك انا بقى العلامات المميزة اللي حضرتك بتدور عليها ايه وبالترتيب عشان الترتيب الاقرب للعين فالاصعب. الاقرب للعين اللي هو لقيت دالة معروف الانفرس بتاعها بس زايدة في المقام اس، دالة اهي معلومة تقدر تجيب الانفرس بتاعها بالنظر من خلال الجدول لكن زايدة في المقام ايه، يبقى ده اصلها ان انا كنت شغال مع قانون التكامل. ادي اول علامه مميزه. العلامه الثانيه ان انا شايف كل اس موجوده في الداله فيها شيفت، يعني الاس في اللي في البسط اس زائد واحد والاس اللي في المقام اس زائد الواحد، يبقى انا شايف شيفت في كل اس في المساله، يبقى ده معناها ان المساله دي كان اصلها ايه الفيرست شيفت. العلامات الثالثه بقى مش علامه مميزه، انت اللي بتعملها. لو انت ما لقيتش داله معلومه مقسوم على اس ولا دالة فيها شيفت يبقى ما تتعاملش مع الدالة شخصية، أمال تتعامل مع إيه؟ مع تفاضل الدالة أو مع تكامل الدالة. هي دي العلامات المميزة. أقول تاني باستخدام القوانين العلامات المميزة إيه؟ العلامة الأولى لقيت دالة معلومة مقسومة على إس، يعني شكلها F of S على S، ده بيدي لك indication انك انت شغال مع قانون التكامل في التايم دومين اهو، دالة معلومة مقسومة على S يبقى ده كان معناه انها ايه مقسومة على التايم دومين. طب ده معناه ايه انا لما اجيبها ازاي؟ سهلة، اعتبر الS مش موجود تمام كده، وبعدين الاف كابيتال هات الانفرس بتاعها يبقى اسمه اف سمول. طب الاس الزياده اصلها ايه في التايم دومين؟ تكامل. ازاي؟ اهو مثال صغير قبل ما اكمل بقيه العلامات.
معايا فانكشن اسمها واحد على اس في اس تربيع زائد الواحد. بالمناسبة المسألة دي ليها طريقتين حل. الطريقة الأولى أنا ممكن أعملها بارشال فراكشن، مرة A على S ومرة B S زائد C على الدالة التربيعية، ونكمل بارشال فراكشن ويطلع لي ثابت وساين وكوزاين. ده طبعا من قبل ما أعرف الثوابت بكام. ماشي كده؟ دي طريقة. طب طريقة تانية، حضرتك دلوقتي هتلاحظ إن الصورة اللي قدامك فيها دالة أنت عارفها بس زايد عليها S بس، مش S تربيع ولا تكعيب ولا زائد واحد ولا ناقص واحد، لا. هلاقي فانكشن انا عارفها اهو، دي معلومه ودي تعتبر بالنسبه لي ايه؟ زايده. يبقى لما احب اجيب الانفرس بس من غير بقى ما اشتغل باستخدام البارشال فراكشن، هقول كده ان الاف اوف تي بتساوي الاس الزياده اللي في الاس دومين بتعني ايه في التايم دومين. يبقى حضرتك هتقوم حاطط علامه تكامل من زير والتي دي تي، وشكرا للاس الزياده. الداله بقى من غير الاس اسمها ايه؟ كذا. شوف الكذا دي الانفرس بتاعها ايه وحطه، واحد على اس تربيع زائد الواحد تديني مين؟ بس كده. اعمل التكامل البسيط جدا ده، تكامل الساين بناقص كوزاين تي من زيرو لتي. نشيل التي ونحط نفسها، يبقى ناقص كوزاين تي ناقص اشيل التي واحط صفر كوزاين صفر بواحد في سالب، يبقى النتيجه كلها واحد ناقص ايه؟ كوزاين تي. ماشي كده؟ يبقى انا دلوقتي لما اشتغلت على فانكشن ولقيت فيها جزء معلوم انا عارفه بس فيها اس واحده زياده، مش تربيع مش تكعيب مش اس زائد الواحد، يعني المساله دي خد بالك. لو كده لا لازم بارشال فراكشن. المساله دي لو كده برضو لازم بارشال فراكشن، لكن هي بس الزياده الايه؟ الاس. وخد بالك ان الاس الزياده تكون فين؟ في المقام مش في البسط، ان هنا في الاصل كان مقسوم على ايه؟ على اس. يبقى الاس الزياده اللي موجوده معايا هتكون موجوده في المقام كده، يبقى دي باستخدام او ممكن احلها باستخدام التكامل خلاص. لكن اي حاجه تانية تربيع او زائد واحد او ناقص واحد او ايا كان، دي ما تنفعش معايا باستخدام القانون بتاع التكامل. تمام؟ ودي بالذات يمكن في بعض الاحيان زي ما قلت لكم حالا الاستغناء عنها وتعتبر دي كانها من الاصل مساله بارشال فراكشن وتكمل الحل بتاعها. وانت قدامك الاحتمالين، عايز تشتغل بدي ماشي، عايز تشتغل بالطريقه دي مش مفيش مشكله خالص. بس خد بالك من حاجه صغيره، ان دي وفرت عليك حاجه، انك انت ما حسبتش الثوابت. مش انا لما كنت هعمل بارشال فراكشن كنت انا هضطر اعمل A على S زائد B S زائد C، مش كده؟ وكان هيبقى معايا ثلاث مجاهيل، وساعتها انا ما عنديش في المقام جذور الا الصفر، فكنت هضطر اكمل باستخدام مساواة المعاملات، يعني الليله طويله. بينما انا لما اخدت بالي وعملتها باستخدام التكامل كملت دالة بسيطة جدا، وبعدين عوضت من زيرو لتي، النتيجة طلعت بمنتهى البساطة بالثوابت بتاعتها من غير ما اروح انا ادور على التعويضات او مساواة المعاملات او احل معادلتين او ثلاثة مع بعض حسب عدد المجاهيل اللي موجودة معايا. ماشي؟ إذا الطريقة دي صح، الطريقة دي صح، اللي يريحك اشتغل عليها. ماشي؟ طيب. التانية بقى. دي أول علامة مميزة معايا، إن أنا لقيت دالة معلومة أنا عارفها مقسومة على اس. الاحتمال التاني وده بيظهر كتير جدا، ان الداله بتاعتك الداله فيها بوست فيها شيفت راكبها عفريت، اللي هو مخليها بدل الاس مع عفراتها ومخليها اس ناقص ايه. يبقى الداله بتاعتك فيها شيفت في كل اس، يبقى ده اللي هو شكلها كده بقى اف اوف اس ناقص ايه. يبقى ده بيدي حضرتك انديكيشن انك انت شغال مع اول قانون اللي هو ايه؟ الفيرست شيفت. طب ده بقى المره دي بتعامل معاه ازاي؟ ركز معايا وانت هتعرف.
بعد إذنك، بعد إذنك فكر في دي كده باستخدام البرشا فراكشن، جرب عندك في الورقة دي. أجيب كم ثابت؟ الستة دول. حلو. المقام بتاعي فيه كم جذر معلومة أقدر أشتغل بيه بالتعويض؟ يبقى معنى كده بالكتير هقدر أجيب والباقيين مش هقدر أجيبهم. أول مشكلة هتقابلني إزاي أجيب الباقيين بمساواة المعاملات. هتقابلكوا طبعا لما أجي أكتب دي مرة أس 1 2 3 4 5 6، أنا بفك حلوة أول لغاية الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة أنا بتلخبط. طب والرابعة؟ بسيب ورقة وأمشي. طب والخمسة والستة؟ مش هعرف. تمام؟ يبقى معنى كده إن دي علشان هي ريبيتد صعب قوي التعامل معاها باستخدام برشا فراكشن. طب أقول لك على المفاجأة، لما هتيجي تجيب الثوابت هتلاقي الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E صفار والـ F بتطلع بواحد، يعني المسألة هي نفسها. ماشي كده؟ يبقى أنا ما عملتش حاجة. زائد بقى كمان إنك أنت حتى لو رجعت، هو مش المفروض إن البرشا فراكشن لما بيديني حاجة المفروض إن الناتج بتاع الكسر اللي هيطلع يبقى حاجة موجودة في التيبل أقدر أجيبها؟ طب اللي الوحيدة اللي موجودة في التيبل هي S ناقص الـ A بس، ولا تربيع ولا تكعيب ولا أس 4 ولا أس 5. طب فرضا إن طلع معايا الأولاني الـ A بواحد والـ B بواحد، طب أنا لما ألاقي القوس تربيع هتعامل معاه إزاي؟ طب والتكعيب مش موجود، هتلاقي كل الأقواس من ابتداء من الثاني كلهم مش موجودين في الجدول، وبالتالي كل اللي أنا بعمله ملوش لازم. الحل بقى دي ما تنفعش خالص باستخدام البارشال فراكشن. بما ان حضرتك، وده اول ملاحظه معايا، طالما لقيت المقام بتاعك ريبيتد البارشال فراكشن بيفشل. ليه؟ هو هيحلها، هيكتب بارشال فراكشن، بس المشكله ان الريبيتد ده هيرجع يظهر لي نفس الاس تاني، ما هو يبقى مره اس 1 2 3 4 5. طب وبعدين؟ ما استفدتش حاجه. ما لو ظهر لي تاني اس 6، طب ما كنت جبت الانفرس بتاعه من الاول. الحل بقى، بص عادتك كده هتلاحظ ان الاس اللي هنا فيها ايه؟ شيفت، اللي هي اس ناقص 3. طب هل عندي اس غيرها اطمن عليها ان فيها شيفت؟ لا الحمد لله ما فيش غيرها. يبقى الفانكشن اللي موجوده قدامي دي فيها شيفت، يبقى الشيفت ده بيدي لك انديكيشن. هو شيفت معناه ايه بالعربي كده؟ ان الاس زائد حاجه، او ده معنى الشيفت. يبقى ده يدي لك انديكيشن انك انت شغال مع مين؟ قانون الفيرست شيفت. البتاعه دي الفانكشن دي راكبها عفريت، هو اللي معفرتها وخليني مش قادر اجيب الانفرس بتاعها. تقوم حضرتك تعمل ايه عشان تخلص من البتاعه دي؟ تعمل زار، تطلع العفريت اللي عليها بره وتتعامل معاها لوحدها. ازاي؟ اهو يبقى الفانكشن اللي معاك ده فيها شيفت. بص انا عامل ايه لما تحب تجيب الانفرس بتاعك. نمره واحد، اسحب العفريت من الفانكشن. ومين اللي بيعمل اللخبطه بتاعه الشيفت؟ الاي. يبقى سعادتك هتسحب الشيفت من الفانكشن على صوره اي اس تي، بس أس 1 ولا سالب 1؟ 2 ولا سالب 2؟ 5 ولا ناقص 5؟ بص لدي اس ناقص 3. مش انت كان دايما دي بالموجب دي ظاهره بالسالب اللي هي بيننا وبين بعضنا كده؟ خد القوس وساويه بالصفر، كانك بتجيب الازاحه بتاعت اعدادي. سوي دي بالصفر يبقى الاس بكام؟ نفس الكلام، سوي دي بالصفر يبقى الاس هو ده المعامل بتاعي. يبقى اللي كان ملخبط الدنيا معايا ومبوظ الدنيا في المساله ان انا كان معايا اي اس ايه؟ اي اس تي او اي اس 3 تي. سحبت الشيفت من الفانكشن، تقوم راجعه لاصلها. يعني ايه راجعه لاصلها؟ يعني البتاعه دي تمشي، فترجع الداله لاصلها من غير الزائد او من غير الناقص اللي اسمها 1 على اس اس 6. طب مش 1 على اس اس 6 دي ليها نظير في الجدول ولا لا؟ بس يبقى انا اقدر اجيب بقى 1 على اس اس 6 الانفرس بتاعها بكام؟ زي ما قلنا قبل كده، ها، على بس خلصت.
يبقى أي مسألة، أي مسألة لقيت إن الشيفت بتاعها موجود هتحلها على مرحلتين اتنين، اتخلص من الشيفت، والشيفت دايما عبارة عن إيه؟ المعادلة Bye-bye.
هنا السوحي. طيب بص دي كده مع الاف اللي هو بيديها لي زي ما هي. خد بالك انا في المساله دي انا اتعاملت
ده بيديلك انديكيشن انك انت عندك طلب تيم، يا اما هتشتغل مع تكامل الداله يعني الاف بتاعتك اف جت يعني تكامل، وده بيديلك انديكيشن انك انت شغال مع قانون اسمك على تيم. تعرفوا بس ازاي عشان بس تقدموا للمحاضره اللي هتبقى داخله ان شاء الله اللي بعد المتر اتفضل معلومه بس اللي كانت موصلها اهو هو اف اس تم الوصول واحده بس نمره واحد الفانكشن دي مش موجوده في الجدول انها اصلا مش داله كاسبيه لانها مش داله كاسبيه كمان مش تدفع 12 دراجه هتيجي تخش سجل القوانين مش هتلاقي داله معلومه مقسوم على اس ده دي جوه الثانيه بس مش بره ومش هتلاقي شيفت فاصبح البديل دلوقتي قدام عينيك انك انت تتعامل مش مع الاف نفسها انت تتعامل مع ايه؟ مع التفاضل او التجاوب بتاعها وانا اقدر اقول لك دلوقتي تقدر قدامي حاليا تفتكر الدمع المسؤولة قدامك دي الافضل ليها تتفاضل ولا تتجاوب؟ Thank you.